هذا هو التنبيه الأخير، عليكم جميعا مغادرة المكان. اعتاد الناس على تشبيه الأشياء المفرحة ذات المعنى العميق من حولهم بالحياة، لكن أن تشبه الحياة بشيء كالمتحف فهذا لأمر عجاب. الحياة متحف كبير، مسرحية كوميدية شهد عرضها ليلة أمس الثلاثاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مسرح قصر الثقافة، قدمها طلبة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. هذه المسرحية من أداء طلبة مدينة شرق الخدمات الإنسانية. حبينا نعرض لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة أن أبناء مدينة الشارقة متميزين ليس بالجانب الأكاديمي أو بالجانب الجانب التربوي فقط، ولكن في كل الجوانب وخاصة بالجانب الفن. يمكن تميزت المدينة بمشاركات عديدة، وطلبة المدينة شاركوا في مناسبات كثيرة سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وحبينا نطرح موضوع المسرحية اليوم. وهاي احنا المسرحية الحياة متحف كبير، تم التدريب بشكل مباشر مع الطلبة بتكثيف التدريبات من قبل معلمين المدينة، وحتى لو نشوف احنا التجهيزات كلها كاملة من الألف لين الزد، كلها من أداء الطلبة وكلها من أداء العاملين في مدينة شرق الخدمات الإنسانية. هذه المسرحية مستوحاة من الفيلم الأمريكي نايت آت ذا ميوزيوم، ليلة في المتحف، وبطلها حارس ليلي يعمل في أحد المتاحف. تتحول حياته عند منتصف الليل إلى سلسلة من المواقف الطريفة والكوميدية عندما تستيقظ المعروضات وتدب فيها الحياة، فيجد الحارس نفسه في رحلة لا تتوقف عبر العصور والأزمان ومن مختلف الأزمان. الحياة متحف كبير هو بيعبر عن ان التاريخ والتراث وكل حاجة موجودة في عالمنا، يعني ممكن تعود وممكن يبقى لها دور في حياتنا الحاضرة وفي وقتنا الحاضر. المسرحية بتحمل الطابع الكوميدي الفكاهي من خلال قصة متحف، التماثيل اللي فيه بتدب فيها الحياة بعد منتصف الليل، وهي فكرة فيلم أمريكي اسمه ليلة في المتحف. احنا اقتبسنا فكرة وعملناها من شخصيات قريبة من واقعنا أكتر ومعروفة عندنا أكتر، وإن شاء الله تعجبكم المسرحية بإذن الله. حرص الطلبة ومدربوهم في عرضهم أن ينوعوا في أدائهم ويخرجوا عما قدموه في السنوات السابقة من استعراضات وأوبريتات إلى فضاء أرحب ومجال أوسع، ليبرهنوا على إمكاناتهم التمثيلية والتعبيرية ويثبتوا قدراتهم على إسعاد أنفسهم والآخرين، وفي الوقت ذاته إيصال رسالة مفادها أن لا مستقبل بلا ماض. شخصيتي أمثل نورين وهالدي، أنا وزميلي محمد عوالي، حاب أشترك في هاي الحفلة. طبعا شخصيتي شخصية هوكينج، وأتمنى أن أبدع في الحفلة هذه. أتمنى يبقى لأبي الفنون دور فعال في تعزيز الإبداع للأشخاص من ذوي الإعاقة ومكانتهم عبر الثقافة والفن، ليكون منصة لانطلاق المعاق وتعزيز وجوده.